يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. حياكم الله في برنامجكم المفضل على قناه الوجيه، برنامج شخبار هوليوود، واللي ناخذ فيه لفه على اهم واخر اخبار الافلام والمسلسلات وكل حاجه لها علاقه في عالم هوليوود. كالعاده يا جماعه، لانه المقدمات الطويله ما لها لازمه، اشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول. والاهم من هذا كله، لو عجبكم الفيديو واحد لايك من صوابعك الحلوه، وتعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، راح تلاقوها كلها في صندوق الوصف. غير كذا، اربط لي حزامك عزيزي الوجيه، اربطي لي حزامك عزيزتي الوجيهه، ويلا بينا نشوف شخبار هوليوود. مسلسل لكاسا دي بابيل بالنسخة الكورية أو النسخة الكورية وصلت على منصة نتفليكس، وتقييمات منخفضة جدا، وآراء ومراجعات غير راضية على الإطلاق. يعني جزء كبير مش راضي صراحة. أنا للأمانة مش عارف إيش فكرة إنك تسوي نسخة من مسلسل هو موجود بس تروح تخليه في دولة ثانية. لو إنه برنامج مواهب، لو إنه برنامج رقص، لو إنه برنامج عارفين كذا عرب قتال، أنت الحاجات هذه اللي يسووها في أكثر من دولة عادي، بس مسلسل تروح تنسخه وتلصقه في دولة ثانية، إيش الفكرة؟ المسلسل إلى الآن تقييمه مرة منخفض على موقع IMDb 5/10 تقريبا. على اشهر تعليق قراته عن هذا المسلسل في موقع IMDb في واحد كاتب: نفس المسلسل الاسباني، نسخ ولصق، ولكن الفرق هنا انه اللصق كان زباله. اوتش. اثناء العرض الاول لفيلم ثور لاف اند ثندر، سال احد الصحفيين الممثل كريستيان بيل: ازيك يا كوتش، انت طيب وامورك طيبه؟ ما راح نسالك عن فيلم ثور ولا حاجه، بنسالك سؤال كذا شاطح شويه بحكم انك انت كنت باتمان زمان، هل تابعت فيلم ذا باتمان للممثل روبرت باتنسون؟ واجاب كريستيان بيل قائلا: ايش؟ قال: لا، ما تابعته. أحا، كيف ما تابعته؟ انت باتمان، مفروض تتابع اي باتمان بعدك. واكمل كلامه وقال: في الواقع انا ما اتابع افلام كثير يا جماعه، هو كذا يقول مش انا، ولكن اكيد فيلم ذا باتمان لازم اتابعه يوما ما، وبالنسبه للممثل روبرت باتنسون انه ممثل موهوب ورائع وله مستقبل جدا رهيب. شهاده كبيره من شخص كبير لشخص فعلا له مستقبل كبير. الاخوين روسو اللي اخرجوا فيلم اند جيم، ياب افنجرز اند جيم، يقولون الخبر ذا قاعد على قلبي، ما بقوله بس بقوله، موجود ايش نسوي؟ يقولون انه الممثل كريس ايفنز ممتاز جدا لتأدية دور وولفرين. كيف؟ كيف ذيس مان كابتن امريكا ينفع يقدم دور وولفرين؟ كيف؟ تخيلوا بلحيته ومخالبه، لا ما يصلح، والله ما يصلح، معليش. بعد هيو جاكمان ما يصلح. طلعت اخبار زمان انه توم هاردي، وتوم هاردي ياب توم هاردي ممكن يليق عليه، بس كريس ايفن وولفرين لا معليش، كنسل الخطه ويرحم امكم يا المخرجين لا تتكلموا، اوكي؟ بعد هيو جاكمان لا يوجد ولفرين ولا نبغى، سووا اي شخصيات ثانيه، مليان شخصيات، سووا اي شيء، اكس مان مليان، مارفل مليان، خلاص ولفرين انتهى مع هيو جاكمان، لو بترجعوا رجعوا هيو جاكمان، ما كذا مزعج. جورج ار ار مارتن يعلنها ويؤكد الشائعات وينفي اي اخبار معارضه: مسلسل جون سنو قادم لا محاله، وستكون احداثه ما بعد احداث صراع العروش او جيم اوف ثرونز. وفكره المسلسل بشكل عام يا جماعه هي فكره النجم كيت هارينغتون اللي قدم دور شخصية جون سنو، ويبدو ان جورج ار ار مارتن معجب جدا بفكرة مسلسل جون سنو وشغال على كتابتها شخصيا مع مين؟ مع كيت هارينغتون اللي هو جون سنو. ويشاع انه الاسم المبدئي الى الان للمسلسل هو فقط سنو. شوفوا يا جماعة، انا متأكد انه الفانز مرة خايفين وشايلين هم انه العيد يجي، وقرأت تعليقات مرة كثيرة في تويتر، الناس مرة متخوفين من هذا المسلسل، ولكن من وجهة نظري طالما انه جورج ار ار مارتن مشرف على هذا المسلسل ان صار يعني وبالفعل شفناه، اعتقد والله اعلم انه المسلسل بيكون يعني حاجه كويسه، ما راح يكون مخيب للامال، او على الاقل ما راح يكون سيء، بل ممكن يفاجئنا ويطلع حاجه جدا عملاقه وتعوض الفوضى اللي صارت في اخر موسم من صراع العروش. وي دونت نو، ننتظر ونشوف. فيلم ذا بلاك فون نزل في السينما وحصل على تقييمات جدا جدا كويسه بواسطه اكثر من 100 مراجع على موقع الطماطم الفاسده، وبحكم اني انا ما اثق في موقع الطماطم الفاسده، رحت على طول على موقع IMDb ولقيت الفيلم حاصل على تقييم 7.4 تقريبا، وترى 7.4 او اي شيء فوق السبعه عاده في عالم الافلام يعتبر حاجه جدا كويسه، فيب الفيلم غالبا يستحق المشاهده، واللي شافوه يا ليت يا
يأكدون أن ذا الكلام. وأنا عن نفسي قرأت مراجعات، أنا لسه ما تابعت الفيلم، ناوي أشوفه، ولكن قرأت مراجعات كثيرة في تويتر من دون حرق، يعني أنه الفيلم فعلا جميل وتجربة مرة مرعبة وجديدة. عموما الفيلم مصنف كرعب، ولا شيء أسوأ الرعب، وتقدرون تشوفونه في السينما في أي وقت. حلقة The Boys السادسة من الموسم الثالث. يا لطيف يا لطيف، أنا ما راح أتكلم بس بقول يا لطيف. عموما وصفها بعض المراجعين والنقاد بأنها أحد أقذر الحلقات وأكثرها رعبا في تاريخ التلفزيون. أي والله المسلسل هذا يا جماعة جالس يوصل إلى مستويات جريئة وغريبة ما وصل لها أي مسلسل ثاني. بالرغم من أني أحب المسلسل يا جماعة، إلا أني صراحة ما أنصح أي أحد يتابعه إلا إذا كان إنسان متقبل لأي أفكار غريبة ممكن يشوفها. المسلسل ذا فوضى، بتشوف فيه أشياء كثيرة، مسلسل عنيف دموي سادي مليان أشياء فوضى فوضى حرفيا فوضى. وفي نفس الوقت يا جماعة ما أقدر أنكر أنه مسلسل The Boys أكثر مسلسل ناقش قضية السوبر هيرو أو الأبطال الخارقين بشكل جدا واقعي. لو في أبطال خارقين في العالم كذا بيكون زي ما قال The Boys، ما في شيء ثاني. تيبوا حكاية أوه بطل طيب وبطل شرير يتضاربون وينتصر الخير في النهاية، لا لا الكلام ذا مو موجود في The Boys أبدا. علشان كذا مسلسل The Boys مسوي ضجة مرة كبيرة في قرار عجيب وغريب، بل قرار تاريخي. شوفوا أنتوا بتشوفوا الخبر كذا في البداية إيش علاقة أمه في هوليوود، أصبر شوية بتفهموا. أوكي، قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تلغي قانون الإجهاض. ما ألغوه، قاعدين يعتزموا إنهم يلغوه، يعني خلاص قاعدين ندرس إلغاءه، بنلغي قانون الإجهاض. سربت بعض الأخبار بطريقة ما إنه إيش الإجهاض راح يتلغي، راح يصير ممنوع. من حوالي 50 سنة تقريبا نزل قرار إنه يحق للمرأة إنها تجهض، تنزل البيبي اللي في بطنها متى ما تبغى، هي حرة. ولكن حاليا يشاع إنه هذا القانون راح يتلغي، وإذا تلغى معناته أي بنت تجهض طفلها أو تجهض الجنين اللي داخل بطنها راح تعتبر مجرمة أو ارتكبت جريمة. عموما اللي يهمنا في الخبر هذا إنه شركة نتفليكس وديزني وأمازون وسوني وغيرها من شركات الإنتاج قالت للموظفين اللي عندهم يا جماعة لا تشيلوا هم، إذا أمريكا ألغت هذا القانون إحنا مسؤولين ومتكفلين برحلات وسفريات أي موظفة تبغى تسوي إجهاض خارج أمريكا. وبرضو حاليا كذا في إشاعات، كلام لسه مش أكيد، إنه ربما يتم إلغاء زواج المثليين في أمريكا. فيلم ثور لاف أند ثندر يا جماعة يحصل على عرض دعائي أخير قبل عرضه رسميا في السينما، وتقدرون تشوفونه موجود على اليوتيوب. جدير بالذكر يا جماعة انه الفيلم تم عرضه مبدئيا على مجموعة من الجمهور والنقاد وحصل على تقييمات جدا عالية، بل ان البعض وصفه بانه افضل اجزاء سلسلة ثور كلها. حوالي 700 شخص الان على موقع IMDb قيموه 10 من 10، والتقييم المتوسط للفيلم بشكل عام 8 من 10. الرقم هذا قد ينخفض او قد يحافظ على مستواه بعد عرض الفيلم. وبرضه الفيلم راح ينزل يوم 8 من شهر جولاي القادم، ما عاد بقي شيء. بوستر رسمي جديد للمسلسل المنتظر هاوس اوف ذا دراجون، والمشتق من عالم اغنية الجليد والنار او مثل ما عرفه البعض بعالم جيم اوف ثرونز، واللي راح تدور احداثه حول عائلات التارجاريان العريقة وتنانينهم العملاقة. شوف اذا انت منت متحمس للمسلسل احب اقول لك اعطيه شوية حماس، بإذن الله بإذن الله المسلسل هذا بيكون حاجة مرة مجنونة، وربما تخلي Game of Thrones يروح كذا في مهب الريح. لا لا مش لذي الدرجة يعني، بس يعني بيكون حاجة مرة فخمة. احنا مشكلتنا انه Game of Thrones الموسم الاخير نسف اشياء كثيرة وخلانا كذا، بس لا مسلسل Game of Thrones مسلسل قوي ما نقدر ننكر صراحة. اخبار جديدة عن فيلم Deadpool الجزء الثالث، حيث صرح صناع الفيلم انه هذا الجزء الثالث لDeadpool راح يكون جزء غير اعتيادي وحاجة خارجة عن المألوف تماما. يا عمي معليش، كل افلام ديدبول اللي شفناها الاول والثاني مره مجنونه وخارجه عن المألوف، الجزء الثالث هذا ايش بيكون؟ ايش قصدكم بغير اعتيادي؟ ايش فيه؟ بيخرج من الشاشه ويكلمني مباشره؟ تعرفون يعني هو دائما يطالع في الكاميرا ويسولف. صرح الممثل بنديكت كامبر باتش بخصوص شخصيه دكتور سترينج وقال انه راح يكون مره مبسوط جدا لو عمل جزء ثالث لشخصيه دكتور سترينج، وانه شخصيه دكتور سترينج شخصيه جدا رائعه ويحس انه عندها اشياء كثيره تقدمها للعالم. اتفق مع بنديكت كامبرباتش صراحة بحكم انه ايش دكتور سترينج شخصيتي المفضلة في عالم مارفل، اتمنى اشوف له جزء ثالث ورابع وخامس، بس خمسة أكثر من كذا قلت حياتي. خبر رائع لمحبي عالم The Hunger Game، حيث تم الإعلان رسميا عن فيلم جديد مشتق من نفس العالم. ياب The Hunger Game ما غيره، راح يكون الفيلم مكمل لأحداث سلسلة أفلام Hunger Game القديمة، ولكن بطاقة ممثلين مختلف وقصة مختلفة. براد بيت في تصريح رسمي يقول إنه مسيرته في عالم هوليوود أوشكت على الانتهاء، وإنه يعني ممكن في أي لحظة يعتزل. شوفوا يا جماعة بصراحة أنا راح يحزن
يحزنني موضوع اعتزال براد بيت. أحب براد بيت، من الممثلين اللي احترمهم صراحة، ولكن للأمانة أنا مع قرار اعتزال أي ممثل أو كاتب أو مخرج إذا حس إنه آن الأوان للاعتزال. فلو كان الاعتزال احتراما وتقديرا لمسيرة الممثل أو المخرج أو أيًا كان، أنا 100% معاك يا براد بيت. الله يستر عليك، بتوحشنا والله، وراح نظل نتابع أفلامك القديمة. ما عليك، غير كذا هو بروديوسر يعني ما راح يختفي 100%. وللمرة الرابعة على التوالي في سلسلتنا فيلم توب غان مافريك يا جماعة يستمر في تكسير وتحطيم الأرقام القياسية في شباك التذاكر، ويحقق أرباح وصلت إلى 900 مليون دولار. هانت توم كروز، هانت أيها الجمهور، ما عاد بقي شيء على المليار. يا ساتر يا ساتر، الفيلم ذا كيف قاعد يسوي أشياء، قاعد يسوي أشياء ما حد قادر يسويها. ترى ما نتكلم عن أفلام مارفل ديزني بيكسار، لا نتكلم عن فيلم شيء مختلف، وقاعد يحقق ارقام كبيره زي كذا، ما تحصل كثير ترى، ها مره ما تحصل كثير. الخبر الجاي يا جماعه بيكون خبر مره رهيب، انا عن نفسي انبسطت جدا فيه. تخيلوا مين اللي رجع؟ رجعت لنا سلسله جديده من افلام كوكب القرده او بلانيت اوف ايبز، حيث تم طرح النص المبدئي للفيلم، وصرح الكثير من صناع العمل وشركات الانتاج انه النص والقصه المبدئيه جدا جدا مثيره للاهتمام، وحاليا جاري البحث عن طاقم ممثلين وممثلات لإطلاق السلسلة الجديدة. غالبا بتكون 3 أجزاء، إلى الآن المعلن عنه يعني فيلم واحد كذا مكتوب إنه ذا الفيلم شغالين عليه. عاد كم بيكون بعده في أفلام الله أعلم، ولكن غالبا بتكون إجمالي السلسلة 3 أفلام. وللأمانة يا جماعة سلسلة كوكب القردة أو بلانت أوف ذا إيبس ترى حاجة مرة مجنونة، تقريبا معظم أجزاء السلسلة كان مستواها كويس، بالذات آخر 3 أجزاء كانت مرة مجنونة. والخبر هذا يبشر بالخير يا جماعة، وأتمنى فعلا إننا نشوف سلسلة جدا مثيرة للاهتمام. عموما إلى الآن ما في أي تواريخ رسمية عن متى راح يتم إطلاق الفيلم الأول، ولكن غالبا ما فيه أي شيء قبل 2024. النجمة الفرنسية ليا تنضم رسميا للجزء الثاني من فيلم دون، مش بس هي انضمت كمان الممثلة فلورنس، مش بس كمان حتى الممثل القدير والكبير كريستوفر ووكن انضم لهذا العالم. وللأسف أنا ملقوف كنت كذا قاعد أبحث في IMDb واكتشفت إيش هو الدور اللي راح يقدمه كريستوفر واكن، وأحب أقول لكم إني حرقت على نفسي حرقة غبية، بس مو مشكلة، لأجل عين تكرم مدينة، تستاهلون يا جماعة تستاهلون. جدير بالذكر يا جماعة إنه فيلم دون الجزء الثاني متوقع عرضه سنة 2023 في شهر أكتوبر. مسلسل لورد أوف ذا رينج أو سيد الخواتم ينشر الصور الأولية لشخصية أوركس، واللي من شكلها كذا وضحت لنا قد إيش مسلسل لورد أوف ذا رينج بيكون حاجة مرة متعوب عليها. أمازون يا جماعة حطت شغل وفلوس كثيرة لصناعة هذا المسلسل. راح ينزل المسلسل في هذه السنة في شهر سبتمبر، وراح يتكون من 9 حلقات، يعني تقريبا بنشوفه بعد حوالي 70 يوم أو أقل من 70 يوم. للأمانة أنا أتمنى جدا إنه هذا المسلسل يكون حاجة فاخرة وعليها القيمة، وتحافظ على الإرث الكبير اللي عرفناه في عالم سيد الخواتم. ننتظر ونشوف، ننتظر على حرب من الجمر، على حرب من الجمر. كريستيان بيل يا جماعة صرح تصريح مرة جريء، يعني أتوقع كذا لو أنا مكانه بسوي نفسي مجنون وأجحد. لا أنا كيف يا ولد؟ تخيلوا يا جماعة يقول كريستيان بيل، أنا كل يوم أسمع الناس يقولون أوه كريستيان بيل انضم إلى عالم الـ MCU، أوه كريستيان بيل يقولون إنه صار في الـ MCU، أوه كريستيان بيل صار موجود في الـ MCU. يقولون أنا قاعد أقول لهم MCU إيش يا أبوي، أنا ما انضميت لأي حاجة. بعدين يقول اكتشفت إنه ذا MCU اللي يتكلموا عنه طلع معناه عالم مارفل السينمائي أو مارفل سينماتيك يونيفرس. الآدمي موجود في الـ MCU ومو عارف إيش يعني MCU. طبيعي أنا الشبيح الأول لمارفل ما أعرف إيش يعني MCU إلا قريب، حرفيا كنت أشوف MCU أقول إيش نصدم بي MCU. مؤدي شخصية أوبي وان كنوبي الممثل إيوان، بعد نهاية الموسم الأول من المسلسل وبالرغم من الانتقادات اللاذعة اللي نزلت على المسلسل، إلا إنه هذا الممثل القدير صرح وقال إنه يتمنى أشد التمني إنه يلعب دور شخصية أوبي وان كنوبي مرة ثانية، لأنه هذه الشخصية تعني له الكثير. فيعني يا ديزني لو ناويين تعملوا جزء ثاني لمسلسل أوبي وان كنوبي، اعملوا حاجة تبيض الوجه، اعملوا حاجة ترضي الجمهور وتليق بشخصية أوبي وان كنوبي العريقة والمحبوبة. أما لو نفس الطاقم ونفس الهبد ونفس الفوضى اللي سويتوها في الجزء الأول، أنا أشوف إنه احتراما لعشاق سلسلة ستار وورز واحتراما لشخصية أوبي وان كنوبي
لا تسوي حاجة، مو لازم، خلاص قفلوا الموضوع. ولعشاق عالم سوبر ماريو يا جماعة، فيلم سوبر ماريو قادم سنة 2023، وأكيد إنكم عارفين أو يمكن سمعتوا بهذا الخبر من قبل، يعني ما هو شيء جديد فيلم سوبر ماريو. ولكن أحب أقول لكم يا جماعة إنه راح يكون مؤدي شخصية سوبر ماريو في هذا الفيلم هو النجم كريس برات، واللي صرح وقال إنه أداؤه الصوتي لشخصية سوبر ماريو بيكون حاجة غير متوقعة على الإطلاق، بالذات لمحبي عالم سوبر ماريو. ايش يقصد؟ يعني حاجة جاب العيد فيها ولا حاجة كويسة؟ لا، يقصد حاجة كويسة غالبا. وراح يضم الفيلم اسماء كبيرة جدا في عالم هوليوود. عموما الفيلم قادم في ابريل سنة 2023. فيلم فيوريوسا المشتق من عالم ماد ماكس الرهيب جدا، واللي راح يصدر سنة 2024، تم تسريب جزء من قصته، ويقال انه راح يكون حول شخصية فيوريوسا اللي قدمتها الممثلة القديرة تشارليز ثيرون. ولكن احداث الفيلم راح تكون قبل احداث ماد ماكس بفترة طويلة جدا، بمعنى انه شخصية فيوريوسا ما راح تقدمها تشارليز ثيرون، راح تقدمها بنت ثانية. اسألوني من البنت الثانية اللي بتقدم شخصية فيوريوسا وهي صغيرة، راح تؤديها النجمة الصغيرة والصاعدة آنيا تايلور. واما بالنسبة للجزء الثاني من فيلم ماد ماكس راح يصدر خلال هذا العام، ولكن للآن ما هو محدد متى راح يتم اصداره رسميا. حتى طاقم العمل والممثلين ما هم مؤكدين الى الآن مين راح يكونوا، ما في الا توم هاردي. تدخل على ماد ماكس 2 تلاقي توم هاردي بس، وين البقية؟ ما في احد لسه. متى بينزل؟ ما في. متى ايش في؟ ما في. بس لا معناته انه ايش، الاخبار لسه ما طلعت وراح تطلع ان شاء الله في المستقبل، وكالعاده ايش راح اجيبها لكم انا، اضبطكم يا عيال. مسلسل ميس مارفل، وبعد عرض الحلقه الثالثه اعلنت ديزني يا جماعه عن عدد مشاهدات الحلقه الاولى للمسلسل، حيث وصل عدد مشاهدات الحلقه الاولى من مسلسل ميس مارفل الى 775 الف مشاهده. ممكن تقولوا كثيره، ممكن تقولوا قليله، الله اعلم. ولكن خليني اقول لكم حاجه، الحلقه الاولى لمسلسل لوكي حققت عدد مشاهدات وصلت إلى 2,500,000 مشاهدة، وبهذا الرقم 775,000 مشاهدة يعتبر مسلسل ميس مارفل المسلسل الأقل مشاهدة في عالم مارفل. شوفوا يا جماعة، أنا عندي تعليق واحد بس بخصوص مسلسل ميس مارفل، بطلة خارقة مسلمة ليش لا، ولكن تدخلون في المساجد وبيوت الله وتجيبوا لي بنات يصورون سيلفي والإمام قاعد يطق حنك مع النسوان، في أشياء فوضوية للأمانة، في أشياء فوضوية سواها في المسلسل. أنا ما أدري، أنا ما عشت في أمريكا ولا شفت المجتمعات الإسلامية في أمريكا، بس حاجة زي كذا مفروض ما تحطها في المسلسل، ما لها لازمة، ما راح تضيف أي شيء. تقدر تورينا أنهم مسلمين وخلاص، لا لازم أوريكم مسجدهم كيف يصلون، حذائينهم تنسرق، ما أدري إيش، بنات تصوروا سيلفي في المسجد، بايخة، ما لها لازمة. فيلم ذا فلاش يا جماعة جاهز للعرض، ولكن مثل ما تكلمنا في الحلقة الماضية إن الممثل جاب العيد، وشركة وارنر براذرز حالفة طلاق إنهم ما راح يشتغلوا معاه مرة ثانية. وأكبر هم شايلينه حاليا شركة وارنر براذرز إنه كيف نعرض الفيلم في السينما، الفيلم جاهز، كيف نعرض الفيلم في السينما ونضمن إنه الجمهور ما راح يقاطعوه بسبب السبيكة هذا اللي سوى مصايب كثيرة. فحاليا وارنر براذرز كل اللي قاعد يسوي إنها قاعد تغطي على فضيحة الولد هذا، لا حد ينشر الأخبار أكثر من كذا، خلاص يا جماعة ادفنوا، اللي عرف عرف، اللي ما عرف خلوه مو عارف، اكره اللاعب لا تكره اللعبة. عموما إلى يوم إطلاق الفيلم وخير. ورسميا يا جماعة أصبح مسلسل مستر بين او مسلسل مان فيرسز بي متاح للمشاهده على نتفليكس. المسلسل نزل دفعه واحده كعاده نتفليكس، ومكون من 9 حلقات. وقصه المسلسل ببساطه يعني عن رجل مستر بين، انا شايف مستر بين بس هم ما يبغوا يسموه مستر بين، ما ادري ايش مسمينه تريفور كذا، يلاقي نفسه في مواجهه ومضاربه مع نحله. اغلب التعليقات تقول انه المسلسل طفولي، مره طفولي ويصلح للاطفال اكثر من الكبار يعني، او انه شله مستر بين يعني كذا كانوا متوقعين انه مستر بين، محبين مستر بين الان بيتابعوا بس ما حد تابع، ما ادري، انا ما تابعته للحين بس اذا تابعته قول لي في التعليقات. وختاما لاخبار اليوم، نتفليكس تبدا في تسريح عدد كبير من الموظفين وبالتحديد في امريكا اكثر شيء. ليش نتفليكس اللي وتهم بالمليارات ايش بهم قاعدين يفصلوا الموظفين؟ قد يكون احد السببين، انا بقول لكم سببين كذا من كيسي، ممكن تطلع صح وممكن تطلع غلط. ممكن لانه الناس بدوا ايش يسحبوا اشتراكاتهم، ما عاد في شيء مثير للاهتمام في نتفليكس. وثاني حاجه، ما عاد صارت نتفليكس الخيار الوحيد، في اتش بي او ماكس وفي ديزني بلس، وترى برا في منصات ثانيه، في عندهم هولو، في عندهم والله ماني فاكر ايش اسمها المنصات، بس ترى مليان منصات منافسه برا يعني. خلاص نتفليكس ما عاد صارت لحالها في الملعب، لا مليان منصات تنافسها. غير انه عندنا هنا في العالم العربي عندنا او اس ان وعندنا شاهد،
فصارت الناس تفكر اشترك في نتفليكس ولا اشترك ذا الشهر واسحب عليهم واشترك الشهر الثاني في منصه ثانيه. فنتفليكس يعني ايش انخفض سوقها شويه تكتين وبدات تسرح الموظفين. السوق جالس يتغير يا جماعه والناس كمان جالسه تتغير، فاهمين علي؟ ويشاع انه نتفليكس الان قررت انها تسوي حاجه مره غريبه وجديده. نتفليكس يا جماعه ناويين انهم يطلقوا باقه مره رخيصه، سعرها رخيص تشتريها يا شيخ كذا وانت تضحك، ولكن الباقه هذه فيها حاجه. اسالني ايش هي الحاجه؟ تتفرج الفيلم وتطلع لك اعلانات، تبغى خلاص ادفع فلوس قليله يا بلاش بس تظهر لك اعلانات، ما تبغى اعلانات سوي ترقيه الباقه اللي بعدها. فكره ذكيه لانه في ناس ما عندهم مشكله مع الاعلانات صراحه. الله يعطيكم العافيه يا جماعه، الى هنا نكون وصلنا الى نهايه فيديو اليوم. لايك لو عجبكم الفيديو واشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، كلها موجوده في صندوق الوصف. كان معاكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.